أن معلما كان يكتب على السبورة وأنا كنت مدير الثانوية، إلين طالب من الطلاب في الأخير رامين قارورة عليه. أي رمى قارورة، القارورة فيها نصف الماء، سقطت بجواره وهو يكتب، معلم من الدول العربية الغالية. فالطلاب طبعا قاعدين يشوفون، لأن فيه معلم من قبله من أسبوعين رمي عليه القارورة. وش قال المعلم الأول؟ قال من الحيوان اللي أرسلها. الله أكبر. الثاني هذا طبعا مشاكل وانتقل وصارخ ووقف التدريس، طبعا خطأ، معلم محترم أتى يربيك ترمي عليه قارورة؟ لكن من هو اللي فعلها ما ندري إلى الآن. هذا عندما جت القارورة أخذها يا الربع، ها قال الله يسقيك من الكوثر، والله يا ابني كنت ضميان. يا سلام يا سلام يا سلام. وشربها طال عمرك وحطها في الزبالة. يا سلام. وراح يواصل يشرح. يا سلام. والطلاب هدوء كانت ينظرون وش بيفعل، مع أنه من الحازمين. أيه. يعني معلم حازم ويدرس فيزياء ذكي. فلما انتهت الحصة قال يا أبنائي أنا أعرف أن اللي أرسل القارورة هذا يبغى يضرب والده، وفي واحد في الدنيا يضرب والده ويرفع رأسه؟ سبحان الله. في أحد يضرب أبوه ويحمله، شف ويحملها كرامة في الحياة؟ أنا متأكد أن الموقف هذا يا أبنائي سيقتل الذي رماني ذكرياته إذا شابت لحيته مثل ما شابت لحية. الله أكبر. والله يا أبنائي لن يجتمع مع أبنائه يقص عليهم القصة يقول أنا رميت المعلم يوم. هذه ميه في سجل الخالدين. وبعدين أقول لكم يا أبنائي كلمة أختم بها، يا رب اغفر له، أنا سامحته يا رب فسامحه. الله أكبر. ولا أقبل طالب منكم يخبرني من هو، لأن بعض الطلاب يبيها عند المعلم يد، تراني عارف أن اللي رامي من القارورة ها بتجمل. تراها فلان يتجمل عنده. قال ولا أقبل من أحد يخبرني لأنه ابني وأنا أب، وعشاني أب لازم أسامح ابني. طلع الطلاب كلهم إلا طالب، كانت عقب فسحة. أطلع اسمه خالد ما نسيته، ايش فيك اطلع روح. قال انا قام المعلم قال تعال وجا جنب خانقته العبرة، يبي يتكلم يبي يعتذر عجز. الطالب اللي رمى القارورة الان عقيد. الله اكبر. ولا زال استضافه سنة من السنوات وانا اعرفه، طالبي هذا وهذا زميلي في المدرسة وأنا مدير المدرسة، استضافه للحج على حسابه خالد، وحجده على حسابه وأنكر ما نزله، وكان المعلم كأنه قرة عين بهالموقف. يا سلام.